مرحبا بكم، نتمنى ان تكونوا بالف الف خير معنا في هذا الموعد وهذا اللقاء الجديد اللي غادي نوضح فيه مجموعه ديال التوضيحات اللي وضحتها السلطات المغربيه بخصوص شروط السفر اللي ما كانتش واضحه في البلاغ الاول ديال السلطات المغربيه. علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لتتوصلوا دائما بما هو جديد. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم. يعني كما لاحظتم في العنوان، يعني بعد قرار عوده الرحلات الجويه والبلاغ اللي كانت صدرته السلطات المغربيه بهذا الصدد واللي كان ما واضحش، رجعت السلطات المغربيه لتوضح يعني شروط او التغييرات اللي ضافت على هذه الشروط من اجل ضمان يعني اجراء عمليه مرحبه في احسن الظروف. انا هنا باش يعني باش نشرح لكم هذه الظروف الجديده او الشروط الجديده ولا التغييرات اللي ضافت. بالنسبه لي انا كتبان لي مجرد توضيحات مادام ان يعني في المضمون ديالها ما تزالش نوعا ما ذاك العبء اللي غادي يواجه المسافرين المغاربه اللي راغبين انهم يجيو لبلادهم مع يعني ارتفاع الاسعار والعديد من الاشياء اللي كتخلل هذه العمليه ديال المرحبا في هذا الموسم يعني المضطرب. يعني باش نكون معكم مقتضب ويعني والامور نمشيو ليها بكل شكل مباشر، فغادي نقرا لكم يعني داك الشيء سردا كما جاء. حيث اعفت وزاره السلطات المغربيه المسافرين القادمين من دول القائمه الف، كما كتذكروا في البلاغ وضح بان كاين القائمه الف القائمه الف والذين تلقوا تلقيحهم بالكامل يعني جرعتين من لقاح ضد فيروس كورونا و بالكامل من اختبار بي سي ار، حيث يكتفي يعني تعفوا من اختبار بي سي ار، ولكن الناس اللي ملقحين جوج لقاحات جوج جرعات يعني مستوفين عمليه التلقيح بالكامل تعفوا من اختبار بي سي ار، حيث يكتفي بمد شهاده التلقيح. وفيما يخص الحالات الاخرى، يعني الحالات اللي ما متلقياش الجرعات يعني اللقاح ديالها بشكل كامل، اما متلقيا اللقاح جرعه واحده او لم تلقيا جوج جرعات ولكن ما عندهاش المده الكافيه، يعني خاص على الاقل تكون 4 اسابيع مرت على الجرعه الثانيه، فيتوجب الادلاء باختبار بي سي ار تتجاوز مدته 48 ساعه. يعني الناس ضمن اللائحه الف اللي عندهم التلقيح ما كاملش خاصهم يقدموا اختبار بي سي ار ما تتجاوزش المده ديالو 48 ساعه. هذا ويتوجب عليهم ملء بطاقه صحيه ببيانات تشمل العنوان ورقم الهاتف باش يتم يعني تحديد المكان ديالهم في المغرب اللي يوصلوا لارض الوطن. اما بالنسبه للقائمه باء، فيلزم الحصول على تصريح استثنائي للسفر من دوله الاقامه، وايضا اجراء اختبار بي سي ار سلبي لا تقل المده ديالو 48 ساعه، فضلا عن الخضوع للحجر مدته 10 ايام على نفقه المسافر مع القيام باختبار بي سي ار في اليوم التاسع، يعني مني غادي يجي ارض الوطن غادي يتم الحجر ديالو 10 ايام وعلى النفقه ديالو. هذه هي النقطه اللي شفت لها لان التكلفه ديال السفر، التكلفه ديال انه يتحمل التكلفه ديال الحجر، هنا المساله في الخاص الجمعيات الوصيه عن الجاليات ان تدخل وتحاول ان تدخل في حوار مع السلطات المغربيه مع القيام باختبار بي سي ار في اليوم التاسع. يعني هذا الامر هذا هنا بعض الصعاب كتخلل هذه العمليه دي. اكيد بزاف ديال الناس في اوروبا شباب مازال ما وصلتهمش السن باش انهم يتلقاو التلقيح، اكيد يعني النسب قليله اللي عندها سمو، كاينه ازمه ماليه، كاين فيروس كورونا دي مده ديال عامين، يعني هناك يعني صعاب ولازم هذه الصعاب ان خاص تلقى لها شي حل في القريب العاجل باش هذه العمليه دي تمر في جو سليم. وعلى الرغم من انني كنشوف ان صعيب وصعيب بزاف باش ان المواطنين المغاربه انهم يجيو في ظل هذه الظروف وظل التقييد وظل الاسعار المرتفعه، اسعار اللي تتكوي الجيوب ديال المواطنين المغاربه. الى هنا اخوتي وخواتاتي جيت الى نهايه شرح هذه التوضيحات الجديده ديال السلطات المغربيه بخصوص شروط السفر. نتمنى انكم تفاعلوا معنا وتشاركوا في القناه وديروا لنا لايك لهذا الفيديو هذا، ونتلاقاو في موعد لاحق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.